بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده توتوريال رقم 4 لمادة اللي الووتر اند ويست ووتر تريتمنت. التوتوريال ده بنتكلم عن حاجتين، بنتكلم عن حاجة اسمها سلو ساند فلتر وحاجة اسمها ايه رابيد ساند فلتر. الموضوع ببساطة، السلو ساند فلتر أو الرابيد ساند فلتر ده المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي حاجة اسمها فلتريشن. ايه الفلتريشن؟ إن أنا بنقي المية من حاجة اسمها سسبندد سوليدز موجودة، السوليدز أو البارتكلز اللي حجمها أكبر من 0.02 مليمتر. الموضوع ببساطة، ده البرايمري سيتلينج تانك اللي احنا كنا بنصممه في الأول خالص، بحط بعديه على طول السلو ساند فلتر أو الرابيد ساند فلتر. البرايمري سيتلينج تانك ده بيعمل ريموفال ل 90% من السسبندد سوليدز دي أو الكوليديال سوليدز. يتبقى 10% من السوليدز اللي أنا عايز أتخلص منها، بنتخلص منها عن طريق السلو ساند فلتر. تاني حاجة الرابيد ساند فلتر ده بنعمل رابيد ساند فلتر لو قبليه كلاري فلاكيوليتر. ليه كلاري فلاكيوليتر؟ ده بيتخلص من 96% من سسبندد وكوليديال سوليدز. الكلاري فلاكيوليتر ده عبارة عن حاجتين، جزء في النص حاجة اسمها فلاكيوليشن زون، وجزء بره حاجة اسمها سيدمنتيشن زون. بيتبقى 4% من سسبندد سوليدز دي بنتخلص منها عن طريق الرابيد ساند فلتر. ببساطة الفرق ما بين الاتنين ان الرابيد ساند فلتر ده معدل الفلتريشن بتاعه سريع، والسلو ساند فلتر ده معدل الفلتريشن بتاعه بسيط. ده شكل التانك نفسه. هنا المية بتدخل، المية دخلت، المية دي فيها عبارة عن الحاجات الحمراء دي مثلا، وليكن ان دي الكوليديال سوليدز او السسبندد سوليدز او البارتكلز اللي انا عايز اتخلص منها، البارتكلز الموجودة مع المية. المية هتنزل في ما بين الساند نفسه، الساند بارتكلز في فراغات، يعني ما بين دي بارتكل ساند وبارتكل ساند في فراغ ما بينهم. الفراغ ده بتنزل فيه تقف فيه السسبندد سوليدز، تفضل السسبندد سوليدز دي تقف في الفراغات ما بين الساند، وبحس والميه مكمله والميه تنزل. بعد كده الجرافل الفويدز ما بين كل جرافل بارتكل والتانيه كبيره اكبر من الساند، فخلاص فالمية بتروحي نازلة في الجرافل بكل سهولة، وبعد كده تروح خارجة من الأوتلت. خلي بالك هنا في شبكة، في زي شبكة ستيل كده هي اللي محطوط عليها الجرافل ده وفوقيه الساند. طب حد هيقول لي طب ما هي مع الوقت احنا التانك ده بنعمل له حاجتين، بناخد المية النظيفة منه، ومع الوقت طبعا المسام اللي هي الفراغات اللي ما بين الساند بارتكلز دي بتتملي. طب لما تتملي ايه اللي يحصل؟ بنعمل حاجه اسمها ووشنج. يعني ايه ووشنج؟ بقفل الانلت ده، بمنع ان هو يدخل اي ميه، وابتدي ادخل ميه من الاوتلت بقوه جامده، وتروح الميه دي طالعه لفوق. لما تطلع لفوق تروح مخرجه لي كل البارتكلز دي تاني، وكده ايه دي عمليه تنظيف التانك. دي غالبا موجوده في الرابيد ساند فلتر. اما في السلو ساند فلتر بستخدم فلتر ستاند باي عقبال ما انضف انا التانك كمان. ده سكشن الليفيشن للتانك، وهنا ده الجرافل وده الساند، وده شكل السكشن الليفيشن بتاعه. تعال ناخد المسائل بقى نشوف ايه بيقول لك ايه. مبدئيا بالنسبه لتصميم التانك نفسه، هو التانك ده كالتالي. السلو ساند فلتر عندي كذا حاجة. عندي أول حاجة الكيو ديزاين، هي كيو ماكسيم مانثلي 1.4 كيو افريج، دي عارفينها. نفس تصميم التانكات اللي قبل كده بس فرق الرنجات. هنا الريت اوف فلتريشن بيكون من 5 لـ 8 متر كيوب لكل متر سكويرد بير دي. وخد بالك ان هنا الدي ده مبني على ان اليوم في 24 ساعة، الريت اوف فلتريشن ده مبني على ان اليوم في 24 ساعة. السيرفيس اريا دي كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن. ال والبي هنا بيكون رينجهم من 40 لـ 50. السيرفيس اريا اللي هي بتساوي ان في ال في بي. بعد كده عدد التنكات الوركينج، ده سيرفيس اريا على اللينس في الويتس، دي عارفينها. وبعد كده هقرب هعملها راوند اب، وخد بالك ان لو الرقم اكبر من او يساوي 2 بناخد دي 1 فيلتر ستاند باي. ومن الكلام ده حسبت الاي. خد بالك هنا بيقول لك ان الاي المفروض تكون من 2000 لـ 2500. انت تقريبا لو محقق الشرط الاولاني اللي هو ان ال والبي من 40 لـ 50، هتلاقي الاي اللي هي الاريا هتلاقي من 2000 لـ 2500. اخر حاجه بتكتبها بنفس الفورمات دي،
الحتة بتاعت ال L بتساوي من 1 ل 1.125 دي مش مهمة أوي، ده غالبا هتلاقيها متحققة في أغلب التاجات. بعد كده أدي عدد الفلترز وزائد 1 الفلتر إيه ستاند باي، ده لو إيه ده لو سلو ساند فلتر. الرابت ساند فلتر دي المفروض تبقى رابت، معلش يا دي متلخبطة، دي المفروض تبقى رابت. الرابت ساند فلتر الموضوع ببساطة إن كيو ديزاين 1.4 كيو افريج. بعد كده الريت اوف فلتريشن هنا من 100 ل 200 متر كيوب لكل متر سكوير بير دي. السيرفيس اريا كيو ديزاين على ريت اوف فلتريشن دي بالمتر سكوير، وهنا ال L وال B. كل الفرق في التانك ده عن اللي فات ان الريت اوف فلتريشن هنا من 100 ل 200 الرقم عالي، وال L وال B هناك كان من 40 ل 50 هنا يبقى من 5 ل 8 ونفس الخطوات. بس تاخد بالك من نقطة ان هنا بنستخدم هنا برضو الاريا من 40 ل 64 هناك كان من 2000 ل 2500. عدد الفلترز خد بالك بقى من النقطة ان لو ال N working، لو عدد الفلترز اللي انت محتاجها اصغر من 5 فبتقول ال N total هتبقى بتساوي N working، بناخد واحد فلتر ايه for washing. طب لو عدد الفلترز من 5 ل 30 بتاخد ال N working واتنين فلترز ايه for washing. طب لو عدد الفلترز اكبر من 30 بتاخد 4 ايه فلترز فور ايه فور واشنج. اخر حاجه حاجه اسمها amount of wash water per day، كميه الميه اللي انا بحتاجها عشان اغسل التانك في اليوم. دي غالبا بتبقى المفروض تكون موجوده في فورمال شيت، ده بيساوي number of washing per day في rate of washing في الاريا في الان توتال في التايم اوف واشنج باي ووتر. الريت اوف واشنج ده انت متعرفوش، الاريا انت عارفها، لان توتال التايم اوف واشنج ما تعرفوش. الريت اوف واشنج قال لك الريت اوف واشنج ده بيكون من 5 ل 6 الريت اوف فلتريشن. طب التايم اوف واشنج قال لك ده بيكون من 8 ل 10 مينت. خلاص كده تقريبا ايه كل حاجه احنا ايه عارفينها. تعال بقى ناخد اكزامبل نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ديزاين ذا سلو ساند فلتر ان ا ووتر تريتمنت بلانت سيرفينج ا فيليج اوف بوبيوليشن ب 200000 and average water consumption ب 200 لتر بير كابيتا ايه بير دي. وبعد كده عايزك draw net cross section elevation in one of the designed unit showing all necessary details. بالراحه كده ال slow sand filter اول حاجه هو هنا مديك ال population ومديك ال average water consumption، نعرف نحسب ال Q design 1.4 Q average. 1.4 population for average water consumption قسمتها على 1000 لان انا عايز اشتغل هنا متر كيوب بير دي. طب امتى بضطر ان انا اشتغلها متر كيوب بير اور؟ لو انا مديك بقول لك الوركينج اورز مثلا ب 20 اورز، كده انت لازم تشتغل لي الكيو بتاعتك الديزاين تبقى متر كيوب بير اور، ما ينفعش اشتغل ايه بير دي لان الدي في 24 ساعه، لكن هنا بيقول لك ان هي 20 ساعه بس في اليوم. من الكلام ده حسبت الكيو ديزاين. بعد كده الريت اوف فلتريشن ده بيكون من 5 ل 8 فرضته ب 6. الريت اوف فلتريشن بيساوي كيو ديزاين على السيرفيس اريا، نعرف نحسب السيرفيس اريا. حسبت السيرفيس اريا ان في ال في بي، خلاص بعد كده عملت اسامبشن للاريا، الاريا دي من 2000 ل 2500 عملت لها اسامبشن ان هي ب 2500. ال ان عدد التنكات السيرفيس اريا على 2500 اداني عدد التنكات عملت له راوند اب. طب نتيجة ان انت عملت راوند اب لعدد التنكات السيرف الاريا دي نفسها تقل، رجعت حسبت الاريا الجديدة. طب خلاص رجعت حسبت الاريا الجديدة، الاريا الجديدة دي اديتك 2333.32. خد روت الرقم ده هيديك ال L وال B تقريبا. هنا مديني مثلا يعني انت لما تاخد روت ال 2333.32 هيديك مثلا وليكن رقم من 48 بوينت حاجة، فانا خدتها هنا خدت ال L ب 49 وخدت ال B ب 48. لما بتعمل روت الرقم ده انا يهمني خد اي رقمين لل L وال B بس بشرط ان هما يكونوا من 40 ل 50 وبشرط ان ال L في ال B تديني الرقم ده او رقم اكبر منه بحاجه بسيطه. من الكلام ده خلاص انت كده تعتبر صممت التانك. عدد التانكات هنا باربعه، اللينس والويدث بكذا زائد 1 فلتر ايه الستاند باي. ده لو الايه الكلام ده ايه لو سلو ساند فلتر. تعالى بقى نشوف ايه لو رابيد ساند فلتر. بيقول لك ديزاين ذا رابيد ساند فلتر ان ووتر تريتمنت بلاند اوف ديلي اوت بوت ب 14000 متر كيوب. احنا اتفقنا من قبل كده ان الديلي اوت بوت دي انا دايما بديك الكيو مش بديك الكباستي، فده معناه ان الكيو ب 14000 وهنا بيقول لك متر كيوب وبيقول لك ديلي، فدي هتبقى متر كيوب بير دي. اند وركينج اورز ان عدد الساعات هتشتغل المحطه دي بتشتغل 20 اورز بير ايه بير دي.
عايزك بقى تديترماين شوية حاجات. أول حاجة تديترماين ذا أماونت أوف ووش ووتر، عايز أعرف كمية الوش ووتر. Draw a neat cross section division in one of the designed units showing all the necessary details. تعال نشوف الكلام ده ايه هنعمله ازاي. احنا هنصمم ال rapid sand filter. اول حاجة Q design هي ب 14000 متر كيوب بير دي، ال working hours ب 20 hours بير دي، فانا محتاج احول يبقوا نفس ال unit. محتاج ان انا احول المتر كيوب بير دي اخليها ايه بير اور، لان ال working hours هنا ب 20، فهاخد 14000 قسمتها على 20 اداني Q design 700 متر كيوب بير اور. بعد كده عملنا assumption rate of filtration، ده رينجو من 100 ل 200، خدته ايه ب 120. ال rate of filtration ده بيساوي اصلا ال rate of filtration بيساوي انا هنا ايه، انا هنا بعد ما انت ال rate of filtration ده بالمتر كيوب لكل متر سكويرد بير دي، والرقم ده بير اور فعايزين نحوله لاور. خدت ال 120 قسمتها على 24. حد يقول لي طب انا ليه قسمتها على 24 في حين ان الوركينج اورز ب 20 ساعه؟ لا، هنا الريت اوف فلتريشن ده، الريت اوف فلتريشن والريت اوف ووشنج مبنيين على ان الدي ده في 24 ساعه، دي رينجات ثابته، فمبنيه على ان الدي في 24 ساعه، مالهاش دعوه بايه بالوركينج اورز. فالريت اوف فلتريشن 120 على 24 جبتها في 5. بعد كده الريت اوف فلتريشن بيساوي كيو ديزاين على السيرفيس اريا، ال rate of filtration معايا وال Q design معايا، نعرف نحسب ال surface area. 700 على 5 حسبت ال surface area طلعت لي 140 متر سكوير. ال surface area دي بتساوي n في l في b. بعد كده n في l في b، ال l في ال b اللي هي ال area، ال area هي المفروض من 40 ل 64، فرضتها ايه هنا ب 50. فرضت ال n ال a ب 50، اعرف احسب ال n هي ال surface area على ال a، ال surface area ب 140 على الايه اللي هي ب 50، ادتني 2.8، قربتها خليتها ب 3. طب نتيجة ان انت قربتها نرجع نحسب ايه؟ نتيجة ان انا قربت ال ان دي ارجع احسب الايه الجديدة. حسبت الايه الجديدة 140 على 3 حسبتها طلعت لي ب 46.67. خد لي اي رقمين لل ال وال بي بشرط انه يكون ال وال بي من 5 ل 8 ويكونوا قريبين من الرقم ده. 7 في 7 ب 49 فهي قريبة من 46 وزن الرينج اللي هو من 5 ل 8. طب عدد التنكات اللي موجودة عندي هنا أقل من 5، يبقى هستخدم one filter إيه for washing. يبقى عدد الفلترز 4 فلترز، 3 working ال L بتاعتهم ب7 وال B ب7، واحد فلتر إيه for washing. بعد كده أنا كده أنا أصلا هو كان في أول السؤال عايز ال rate of washing. ال rate of washing ده عايز ال amount of wash water، قصدي الاماونت اوف ووش ووتر ده بيساوي ريت اوف ووشنج في شويه حاجات. الريت اوف ووشنج ده بيساوي من 5 ل 6، ريت اوف فلتريشن خدته 5، الريت اوف فلتريشن ده 600. الاماونت اوف ووش ووتر بير دي ده بيساوي النمبر اوف ووشنج بير دي في الريت اوف ووشنج في الاريا في الان توتال في التايم اوف ووشنج باي ووتر. مبدئيا النمبر اوف ووشنج بير دي هي مره، الريت اوف ووشنج ده اتفقنا ان هو من 5 ل 6 الريت اوف فلتريشن، فانا هاخدها ده ب 600. الاريا، الاريا اتفقنا ان هي من 40 ل 64، انا اصلا الاريا دي صممتها وكانت طالعه معايا ب 50. لان توتال عدد التنكات اللي هم ب 4، معلش ثانيه، الاريا دي احنا قلت شويه، الاريا دي احنا لما رجعنا حسبنا عدد التنكات بقت 46.67، فهنا المفروض تتحط 46.67، دي غلط، 46.67 في الان توتال عدد التنكات اللي هم باربعه، في التايم اوف ووشنج 10 مينتس. وخد بالك ان اتفقنا ان الووشنج والفلتريشن مبني على اليوم في 24 ساعه، فصلتها على 24 في 60 بحيث ان هي تبقى بير دي، فبقت متر كيوبي 833.33 متر كيوب بير دي. السؤال ده غالبا ممكن اطلب، يعني ممكن يا بطلب الاماونت اوف ووش ووتر، او ممكن اقول لك بس احسب لي البرسنتج اوف ووتر لوسز. ووتر لوسز ان انا كميه الميه اللي انا بخسرها في عمليه الووشنج، فيا دوبك انت هتاخد الاماونت اوف ووش ووتر اللي هي الكيو بتاعت الووش ووتر تقسمها على كيو ديزاين وتضربها في 100، ده يديني كميه الميه اللي انا بخسرها في عمليه ايه الووشنج، ودي برسنتج بس. شكرا جدا لاستماعكم.